أن السلام قيمة عظيمة ومبدأ كبير. الإسلام دين السلام. الله عز وجل من أسمائه السلام، الملك القدوس السلام، الجنة دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم، والله يدعو إلى دار السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك أيضا من السلام في الإسلام في كل مجال من مجالاته ومظهر من مظاهره، كما سيأتينا بإذن الله.